من القاهرة معي دكتورة عالية أحمد عبد العال، أستاذ مساعد بقسم الاجتماع. مساء الخير. هذا الموضوع اليوم، يعني دائما نتحدث عن الخطر، خطر مواقع التواصل الاجتماعي، لي بيعتمد هذا على سن معينة، يعتمد على خطر تطبيق ما يرونه وما إلى ذلك، ولكن أن نتحدث عن خطر عاطفي، ماذا يعني هذا؟ فقط مربوط بأنه عدم قبول صداقة فلنفترض على فيسبوك، فلنفترض عدم تسجيل إعجاب، أو ماذا؟ الحقيقة هو مش موضوع خطر بس عاطفي، هي مجموعة من المخاطر. يعني كلنا عارفين إن المواقع التواصل الاجتماعي ليها مميزات وليها عيوب، لكن من ضمنها هي طبعا هي صورتهم قدام نفسهم وصورتهم قدام أقاربهم اللي بقت فعلا يعني فيها صورة شبه مرضية. لكن في كمان مخاطر كتير قوي بيتعرضوا لها الأطفال، إذا ما نقدرش نحصرها بس في هذه النقطة دي، ممكن برضو نتكلم على المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها عن طريق محاولات الابتزاز والغصب ومحاولة التأثير عليهم أو الدخول في جماعات الحقيقة متطرفة أو جماعات غير سوية، أو محاولة يعني زحزحة الثوابت اللي احنا بنربي أولادنا عليها وزحزحة القيم اللي احنا بنحرص عليها. يعني هي المخاطر الحقيقة أوسع بكتير قوي من صحيح بس حوالينا. صحيح، يعني نحن اليوم نخصص هذا الموضوع من زاوية ما ذكرته جريدة الاندبندنت البريطانية عن موضوع الخطر العاطفي. كيف يجب التعامل مع هذا الموضوع دكتورة عالية؟ والله أنا زي ما بقول لك، هو طبعا الخطورة بتكمن في إن أنت حتى ما أنتش عارفة، يعني لا وقت ولا مكان، من خلال السمارت فون بقى في إيدين الأطفال وبقى في إيدين المراهقين. فإذا موضوع إن إحنا نحاول يعني نعمل نظرية، نطبق عليه نظرية حارس البوابة ونحاول نسيطر، ده أصبح الحقيقة يعني غير يعني خيالي، بقى شيء خيالي. أنا من وجهة نظري إن هو عندنا بعض الاقتراحات أو بعض المفاهيم اللي لازم تدرك في حياتنا أو من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية زي المدارس والأسرة أو هو مفهوم التربية الإعلامية ومفهوم التفكير النقدي ومفهوم الصحة النفسية والاجتماعية. الثلاث مفاهيم دول يعني نقدر هم مثلث الآمن اللي هيخلينا نقدر إن احنا نبني أطفالنا والمراهقين على إن احنا نخرج إنسان قادر على إن هو يميز ما بين قادر على النقد، قادر على التحليل، قادر على يعني إن هو يبقى فاهم صورته فعلا هي إنها مش هي اللي على الفيسبوك أو هي اللي على موقع للتواصل الاجتماعي، لكن صورته الحقيقية كقيمة كإنسان. صحيح، ثلاث مفاهيم دول الحقيقة مهمين جدا. يعني مهما كان الشخص ناجحا بمفهوم السوشيال ميديا من حيث عدد المتابعين وما إلى ذلك، مهما كان ناجح هذا لا يعني بأنه ناجح، أو أنه من ليس لديه حتى حساب أو أكاونت على مواقع التواصل الاجتماعي هو غير ناجح. هل يتم زرع هذه الحقيقة مفروض في هذا الجيل أم صعب بعد ما تغلغلت وسائل التواصل الاجتماعي بحياتنا؟ ما هو الحقيقة من خلال مفهوم التربية الإعلامية اللي كمان لازم الأهل يتبنوه مش بس الأطفال، يعني احنا لازم نكون عندنا وعي في التعامل مع السوشيال ميديا والتعامل مع والتواصل الحقيقي مع أطفالنا وأبنائنا، يعني لأن احنا يعني بقينا محصورين الحقيقة في التواصل الافتراضي. التواصل الحقيقي لازم يبقى الإعجاب هو الإعجاب الحقيقي، مش الإعجاب على صفحات الفيسبوك أو صفحات التواصل الاجتماعي. لازم الطفل أو المراهق يعني يستمد قيمته ويستمد ثقته بنفسه، يستمد صورته الحقيقية من الواقع مش من الفيسبوك. وهو لما هيتعلم التربية العالمية والتفكير النقدي هيقدر يعرف ان دي صورة زائفة وليست الصورة الحقيقية اللي هي بيقيم بها نفسه. نعم، وهنا دور كبير طبعا للأهل وللمؤسسات التربوية. شكرا، من القاهرة دكتورة عالية أحمد عبد العال، أستاذة مساعدة بقسم الاجتماع.